ولي ايه ده يا ابن اللعيبه؟ شايفين يا جدعان اللعب؟ ما تخشش من هنا، خليك طوالي يا اسطى يا ابن اللذينه. ماشي يمين ولا شمال؟ انا عارف انا عارف. طب هو اسرع من العربيه، العربيه اللي معاه بطيئه. طيب هو جاي في وشي ولا ايه؟ يا ابني ما تحيرنيش معاك يا ابني، ما وقعش. العربية مش حلوة خالص في الملف يا ابن اللعيبة. ماشي يا عاملين ايه يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ المرة اللي فاتت وقفنا عند مهمة حرف الدي اللي هي الطيارة، لما رحت ضربت الناس اللي هناك وبعد كده رجعت بالطيارة تاني. هنكمل بقى، نخش بقى في المهمة. فين يا عم ازهر؟ ماشي. The fastest boat، مركب السريع. Go to the boat yard، ده مش عارف ايه، and steal. يا نهار ابيض. طيب المهمة دي كنت بعديها بطريقة ما، B A N Z E R. يلا بينا. تمام، وبعمل شفرة ال كده، اعمل شفرة الأسلحة واروح بقى شفرة المية. S E A W A Y S سي O Y S. وبعدين رقم 5 ولا رقم 6 ولا أي 4؟ وإيتين طيب غير 4؟ 4 و5 ماشي. يبقى 5 يلفها يمين و4 يلفها شمال، وكنت عاملها ورا. ويلا اوبا 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 اوبا، تفضل بقى طول ما انت ماشي كده تضرب، تزود السرعة كده. وصلت انا هو جاي داخل بقى ايه، يمين كده. هي العربية هي البتاع دي، فاين ذا سويتش. بسرعة بسرعة بسرعة، تلف بقى عشان ما تضربش البتاع نفسها. سلامة، انزل. نضربه كده حلو. هو ده السويتش. يلا قشطة كده بقى ايه، اروح اضرب بقى الناس اللي هتقابلني دي، واروح اخد السويتش البتاع ده القارب ده وامشي. يلا بينا اللانش. باي باي يا كوتش. حد تاني يظهر؟ اجري يا مجدي، اجري عليه من وانت بره كده. تقوم جاي اس اي اف تركب خلاص. طبعا كده ايه، شرطة المية هتجري ورايا. عين سلامة. ولا 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 $4000. ماشي يلا بينا على حرف الدي. حرف الدي ده بقى ايه، مهمة مترتبة على مهمة. انا تقريبا كنت بعدي من تحت من هنا بقى. لا من الناحية التانية. لما يتعب ارد على التليفون، رد بقى على التليفون، هو كده كده تعبان. تمام، مهمات حرف الاي وحرف السي رجعوا تاني. يبقى نروح على حرف الدي نكمل المهمة، اكيد هي برضو السبق. وبعد كده نروح لحرف الاي وحرف السي والتليفون ومهمات شعللت يا معلم. يلا اسطى. غالبا انا هسوق في الاول، لازم اوصل بدري، وانا راجع هضرب بقى نار ولازم حاجه كده. يلا بينا امشي يمين ولا طوالي؟ ماشي خليني طوالي مع دول. انا مش فاكر الطريق اصلا، مش فاكر سواقه البتاع ده كانت عامله ازاي، كنت ببطئ امتى واسرع امتى والطريق نفسه. ولا اوعى تقلدني انا من المدينه يا ابني. لازم اوصل اول واحد. ماشي، هو عامة ببقى انا الاسرع عامة يعني، عشان اللعبة بتساعدني. اوبا الاتنين اللي هناك مسابقني، لازم اسابقهم لازم. يا عمي وسع يا عم.
ماشي يلا بينا. انا طبعا ايه المهمة فشلت ملحقتش، فقمت جاي مموت نفسي. فهيا بينا هيا بينا. ايه ده؟ ولا طب تمام. طبعا ايه، انا في طريقين هنا، انا جربت طريق، مش هجرب التاني، هجرب نفس الطريق اللي انا حفظته خلاص. تمام، ممكن اخش في الطريق التاني واخسر، فخلينا في نفس الطريق اللي انا عارفه. هيا بينا. المهم بس اسابق الاتنين القطع كسح كسل دول. وليه؟ لا لا لا، حلو قوي كده، حلو جدا. طب بعد ما عدناهم بتضرب نار، طب ما كانوا جنبك يعني. اعدل يا اسطى، بس وقته رزله جدا. ايوه ايوه ايوه، اخيرا عديت المهم، عديت نصها يعني. هيجي بقى للجزء المهم. يلا بينا، مفترض بقى افضل اضرب في الناس دي. سلامة. هو ايه السلاح ما بيضربش على طول ليه كده؟ سلامة. مفترض انا اجي طيارة كمان هتضرب معاهم، مفترض تقريبا. اجان من اون زي مش عارف اهو. ماشي الله السلامة. ده بيقول لي على طول. السلامة. ماشي، هو كده مفترض يجي البوليس. ولا وصلت؟ وصلت خلاص تمام. Good shooting my friend. You're a real proper grade A lunatic. Well, thank you. See you around, Tommy. Okay, Mr. Lance Vance Dance. تمام، بيقول له يلا بقى زي الفل، سلام. عايز حاجة يا صاحبي؟ يلا بالسلامة. بالسلامة. حرف الدي كده مهمات خلصت. طيب احنا كده طبعا خلصنا ايه مهمات حرف الدي خلاص. ندخل بقى ايه على التليفون، انا كنت محتار ما بين حرف الايه وما بين مهمه الموبايل دي التليفون. يلا نخش عليها. فاكرين مينت يا جدعان؟ طيب هو بيقول لنا هنا ايه، انت تموتها بس اكنها حادثه غير مقصوده، يعني اكنها ماتت في حادثه. فاهمين انتوا شغل الاجانب ده اللي هو ايه، يقتلها وكانها ماتت في حادثه، يعني حاجه يعني ماتت موته غير مقصوده. طبعا ايه، كنت بنزل هنا الدبابه بي اي ان زد اي ار ويروح بيها كده. طبعا تلمس اي عربيه بتنفجر على طول. ماشي، كنت واقف هنا كده. ايس ادي الشيفت تقريبا. الله عدل اهو. تمام، هنا بيقول لي ما تستخدمش اي اسلحه. يا جدعان وسعوا من قدام. ايوه كانت بتقف عند البتاع ده، كانت الاشاره بتقف يا جدعان. بس خلاص خدت الفلوس. نكمل بقى، احنا كده قريبين من حرف الايه، نروح على مهمات حرف الايه بالمره. يلا يلا يا عم. يجي لي تليفون ولا حاجه؟ دايما يجي لي تليفون برضه. ماشي، جات لي مهمة التليفون تاني. شوف هنا تو بيت هيت. لا مش فاكر. طيب انا مش عارف ان انا اروح البس طقم معين، انا مش فاكر المهمة دي بتاعت ايه، لكن اروح اشوف كده. شكلها في المنطقة الجديدة اللي هي بتاعت العصابات والجو ده. اشوف هي في المنطقة الجديدة، والبوابة دي كمان فتحت تقريبا، برضو كانت بتبقى مقفولة. ولي
ماشي، هلبس تقريبا ابيض، وكان في بقعة حمراء كده. ثواني افتكر دلوقتي، كان بيبقى لابس ابيض ولافف على دماغه حاجة وفي بقعة حمراء في الفن. ايوه ايوه هو ده. تيك اوت هيتنج جانج لورد اترمرز فينرو، مش عارف ايه. ماشي، اخد ناس لجنازة كده، مش عارف فيونرال يعني جنازة كده. لا مش فاكر بقى المنطقة دي اوي الصراحة، الشوارع بتاعتها بس. ماشي ولي ماشي يا اسطى. ايه ده؟ اوه ما سقفشوني. ايه ده ايه ده؟ اجري اجري اجري. طيب يبقى ايه؟ اجري يا مجدي، انزل دبابة وارجع له. اضرب يو اضرب يو. طبعا كل ما بتضرب كده بيزود السرعة. يلا يو يلا 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 يو. طيب ايه بقى انا اعمل ايه هنا؟ مش فاكر. ايوه، تعالى 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 هوبا. ناو جيت اوت اوف ليتل سيتي. اه يعني دلوقتي بقى اهرب من المكان اللي انا فيه. ماشي بسيط. ايه ده؟ فين العربية بتاعتي؟ يا نهار ابيض، البوليس ورايا. ايه المهم، عدت والبوليس راح لوحده والدنيا زي الفل زي الفل. يلا بينا في اللي بعده. في بقى كده معانا حرف السي ومعانا ايه؟ مهمة التليفون تقريبا يعني. بس انا اشوف الخريطة ماب، حرف السي والتليفون بس. اه حرف الايه كده خلاص. ماشي كمل. ايه قلت برضه هيجي لي تليفون اكيد يعني. مش معقول اصلك يبقى حاجتين بس على الخريطة هم اللي عليهم مهمات، اكيد انا ازود لي مهمات تانية. حرف الكي مثلا او حرف الدي يرجع تاني بتبقى بحرف مختلف، حرف الفي مش عارف. نشوف. وفي الجمجمة صح، ده في مهمات كتير لسه لسه. والايد دي اه عمل لي الايد. ماشي عامة نخلص حرف السي واليد والتليفون قصدي، بعد كده نروح لليد دي. حلو اول العربية دي سويت. وي 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 ماشي. انا كنت رايح لحرف السي بس لقيت ميموري التليفون قريبة اكتر يعني، وهي على سكتي. فين ام التليفون ده؟ تمام معايا وقت. وفي سلاح هنا مفترض اخده، مش عارف ادخله من هنا تقريبا. اوه حلو القناص ده، تعال انت كمان. ماشي تعالي يلا اعمل اوتوموبيل. مش فاكر انا كنت هصطاد. اه هصطاد ناس على الكوبري اهو فوق القناص. اول ما قال لي المكان جنب البتاع ده افتكرت كده كده كده. البوليس قدامي. ماشي يعني عمال شغالين، اضربه ولا ايه؟ حرام. يلا مش مهم. مسكت يعني الظابط واقف، راح اضربه كده هيد شوت في دماغه. طيب اضربه تاني. اجري. اه دي المهمة دي تقريبا هفضل اقتل ناس كتير، وقدامي 9 دقايق اخلص فيها كل حاجة. ماشي بس مش فاكر بقى كانت اماكن ولا ناس بروح لها اجري وراها ولا ايه يعني. ناس سايقة مثلا عربية، واحد سايق موتوسيكل اقتله كده لما كان ثابت. وانا مش فاكر اي حاجة. يلا بينا. اوبا تمام يلا بينا اللي بعدها. اجري يا اسطى. بعيدة اوي دي بس ماشي، ما وراناش اي حاجة. لا هي قربت. تمام كده انت قربت جامد جدا، وهم حسوا بيك يا اسطى. ماشي قتلته، ومش عارف بقى التاني كانت العربية مفترض تفنجر. ايوه كده يا وديع، لف على اللي بعدها. طب كده اخش يمين ولا طول؟ ايه ده، ولا يمين ولا طول؟ فوق هنا.
باي باي. ده مركب. مساء الخير. وي يلا بينا ارجع تاني. ماشي نروح على اللي بعدها. يلا بينا. اوه ده حد بيتحرك. ده المرة دي حد بيتحرك. ماشي عندي الناحية التانية ولا ثابت؟ لا بيتحرك. اللي ما تقربش منه قوي ولا ايه ده يا ابن اللعيبة؟ شايفين يا جدعان اللعب؟ ما تخشش من هنا. خليك طوال يا اسطى يا ابن اللذينة. ماشي. يمين ولا شمال؟ انا عارف انا عارف. طب هو اسرع من العربية. العربية اللي معاه بطيئة. طيب اصل انت هتعمل ايه؟ ده خلع. اركب يا عم. هناخد عربية من عربيات البوليس دي تبقى سريعة بدل العربية الميتة اللي انا بسوقها دي. يلا يا اختي. مش حلوه خالص في الملفات. ماشي اجري يا اسطو. هو جاي في وشي ولا ايه؟ يا ابني ما تحيرنيش معاك يا ابني. ما وقعش. العربيه مش حلوه خالص في الملفات يا ابن اللعيبه. ماشي يا اوعى عليه. موت بقى موت بقى كده. اه معانا حرف السي ومعانا اللي هي على شكل الاي. وي تليفون؟ مفيش تليفون. ماشي يلا بينا. يا نهار ابيض يا جدعان. المهمات بقت غلسه ليه كده؟ يلا انا جاي 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 انا جاي. اوبا اوبا اوبا. انا افتكرت المهمه دي يا جدعان. دي هتبقى دبابه جايه ومعاها حاجات كتير ومفترض اسرقها من الجيش. صح ولا انا غلط؟ لا شكلي غلط. لا مش هي. لا هي. اه دبابه. مفترض الدبابه اللي في وسط ال بيقول لي find a way to steal the tank. The tank. اوجد طريقه لتسرق هذه الدبابه. بص الجيش قد ايه. طبعا ايه تقوم جاي منزل دبابه تانية. يعني انت هتعمل ايه طيب؟ تقوم جاي راكب كده وتجري وراهم كده. بيو 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 بيو. تنزل. اليوم بيضرب عليك نار ولا يهمك. جيب السلاح ده واضرب ده. ماشي هنركب هنا. انزل يو. امشي بقى. قشطة قشطة. طيب نخش بقى. بيقول لك ايه ضرب زبانك مش عارف ايه. تمام يعني اوصل للمكان ده وحطها فيه. ادخل من هنا تقريبا قبل ما يدمروا الدبابه. بس خلاص انا كده كده قريب من المكان ولا ايه؟ يا نهار ابيض. ماشي اللي على اليمين ده فوق فوق دماغي شويه. ده اللي ايه؟ ده الدم بتاع الدباب اللي عمال ينقص كل شويه عشان هما بيضربوه. بس خش جوه. جيت اوت اوف ذا تانك اند ووك اوت اوف ذا كراش. ماشي اطلع من الدبابه واجري بعيد. اهو يا عم اهو. ايوه تمام. بس كده خلصنا مهمات حرف السي والدي وكله. فضل اليد بس. طبعا لما هنعمل مهمات حرف اليد تظهر لي مهمات تانية. طيب جالي تليفون نشوف. تمام دلوقتي كده بقى نزلت مهمة حرف الكي.
حرف الكي دي اللي هي عند الديسكو، تمام؟ يبقى ايه كده معانا مهمتين اللي هي اليد وحرف الكي. يبقى خلصنا حرف السي، ونشوفكم بقى الفيديو الجاي ان شاء الله، بس انتظروني بقى. يلا سلام.